10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق نادي الزمالك. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة 14 من دوري نايل المصري، والتي ستجمع بين الزمالك والداخلية في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لها، ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.